يسأل ويقول: هل يا فضيلة الشيخ بر الوالدين بعد وفاتهما بالدعاء أو الحج أو العمرة عنهما يعتبر بمثابة توبة أو كفارة لحقوقهما أو للتقصير في واجبهما قبل وفاتهما؟ جزاكم الله. لا شك أن هذا من عمل البر وإحسان إلى الوالدين بعد وفاتهما، التصدق عنهما والدعاء والاستغفار لهما والحج والعمرة لهما، كل ذلك من البر. وأما التقصير الذي وقع منك في حياتهما، نرجو الله أن يغفر لك ما دمت قد ندمت على ذلك وأسفت عليه، واستدركت بعد وفاتهما بالإحسان إليهما وإهداء الثواب لهما، نرجو أن يكون ذلك نافعا لك ولهما، وأن يتجاوز الله عنا وعنك.